السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه عالم هبه. كرحب بكم في فيديو جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوه دائما مع جديد الاختراعات والتكنولوجيا والادوات والاجهزه والمنظمات، كذلك والافكار الهائله للتنظيم وترتيب المنازل بكل سهوله ولتوفير الراحه اليوميه. فيديو كله افكار وافاده، فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر. وكيف العادة كنتمنى من اللي أول مرة كيشاهد القناة أنه ينضم إليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. وما تنساوش الدعم ديالكم لنا بأحلى لايك، فلي لايك أو جيم مهم جدا الفيديو باش يقدر يطلع ويتشاف يوصل الناس المهتمين بهذه التكنولوجيا المفيدة لنا جميعا. وحبيت أنني نشكركم بزاف أيضا يا أغلى متابعات ومتابعين أينما كنتم، شكرا لكم على الدعم والمتابعة واللي خدتكم عليا. فكما شفتوا هنايا مجموعة ديال المستلزمات والتكنولوجيا والاختراعات الحديثة جدا اللي هي ضرورية وأساسية لجميع السيدات داخل المنازل، فأيضا منظمات وأدوات وأجهزة اللي هي بحجم اللي هو صغير بزاف ما كيخوش نهائيا المساحة، وهذا هو الأهم والأساس من هذه التكنولوجيا والاختراعات المدهشة. فأيضا كتورينا أو كتستعرض معنا المنتوجات ديالها واللي كتقول بأنها ضرورية وأساسية للمنزل ديالها، فما تقدرش أنها تستغنى عليهم. طريقة ديال الاستخدام ديالهم سهلة بزاف، أيضا كما كتلاحظوا معايا هي كتحاول أنها تشرح لنا كل منتوج كيفاش طريقة ديال الاستعمال ديالو واللي سهلة بزاف. وندوزو الأسئلة اللي كتجيني، أسئلة اللي هي متكررة طبعا، فين نقدروا نلقاو هاد المنتوجات الحديثة أو واش هاد المنتوجات متوفرة في البلدان ديالنا أو لا فقط في الصين. فكذلك أنا كنحاول نشرح في أي مقاطع ديال الفيديوهات وكنحاول أنني نوصل لكم جميع التفاصيل باش تقدروا أنكم توصلوا ليهم. فللأسف بزاف ديال المتابعين ما كيتفرجوش الفيديو من الأول حتى آخر دقيقة، فهكذا ما كتكتشفوش معايا جميع التفاصيل. فعلى العموم غادي تقدروا تلقاوهم في جميع البلدان سواء عربية أو أجنبية، كما كنقول لكم دائما فقط ما عليكم الا تقلبوا جيدا واكيد غادي تلقاوهم. فايضا يمكن لكم تدخلوا بزاف ديال جروبات اونلاين وكذلك على صفحات ديال التليجرام او القنوات ديال التليجرام، فطبعا كاينين اللي كيبيعهم بالجمله وكاينين اللي كيبيعهم بالتقسيط، وطبعا كاينين مواقع اللي هي كثيره بزاف اللي كتبيع هاد الاجهزه والاختراعات المدهشه المبتكره. فكنعطيكم او كنحاول نعطيكم ثلاثه ديال المواقع اللي هي كبيره بزاف ومشهوره، فمثل موقع علي اكسبريس او موقع امازون، كذلك كاين موقع علي بابا. بالنسبه لموقع علي بابا فهو مختص للتجار يعني اللي كيشريو بالجمله، اما موقع علي اكسبريس او امازون فكاينين اسعار اللي هي زوينه بزاف، والشحن ايضا كيكون بعض الاحيان مجاني، فكذلك كاينه تخفيضات اللي كتكون مهمه، فاشياء اللي غادي تقدروا ايضا غتلقاوها وغتعجبكم. فيمكن لكم فقط انكم تكتبوا الاسم ديال المنتوج اللي حبيتو وغادي يطلع لكم في مؤشر البحث، مع ذلك غادي تكليكيو عليه وغتلقاو جميع المعلومات والتفاصيل ديال المنتوج، يعني من سعر يعني الاحجام الالوان الصنع. فطبعا كاين بعض المنتوجات اللي الشحن ديالها مجاني، وايضا كاين البعض ديال المنتوجات اللي متوفره غير في الاسواق العاديه وباثمنه اللي هي مناسبه للجميع. فايضا كاين البعض ديال المنتوجات اللي متوفرين في الاسواق الكبرى مثل مرجان وايكيا وكارفور، فكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا تفاصيل ديال شراء هذه المنتوجات. بالنسبه ايضا للمتابعين ديال داخل المغرب فيمكن لكم تعملوا لي سكرين للمنتوج اللي حبيتوه، وانا غادي ننزل لكم الرابط ديال الصفحه اللي يمكن لكم تدخلوا ليها وطلبوا المنتوجات من هناك وغادي توصل لكم حتى المنزل ديالكم. بالنسبه للصفحه فهي ايضا متوفره داخل المغرب وبمدينه الدار البيضاء، فعندكم تجربه ديال المنتوج مده اسبوع، فلا ما عجبكمش تقدروا انكم تغيروه، وهذه حاجه اللي هي مهمه وزوينه بزاف.
فغادي نخلي لكم الصفحه ديالي اللي متوفره على الفيس عالم هبه طوب ارتيكل اللي فيها كما كنقول لكم الى عجبكم المنتوجات اللي كنشارك معكم ما عليكم الا تعملوا لي سكرين وتنزلوا لي في الصفحه وانا نزل لكم الرابط ديال المنتوج اللي مباشره تدخلوا له الموقع او الصفحه. فكما كتلاحظوا معايا مجموعه ديال المستلزمات والتوشيات اللي تقدر تكون بسيطه لكن الاهم ديالها او الدور ديالها كبير بزاف في الحياه اليوميه. فهنايا عندنا مصفات للشكل ديالو صغير كما كتلاحظوا معايا تصفيو فيه بزاف ديال السوائل المختلفه، وان معظم يعني هاد المنتوجات هذه بواحد الكاليتي او جوده اللي ممتازه جدا كما كتلاحظوا معايا، فهي كتحاول انها تفتحوا وتولي تغلقوا. وندوزو نكتشفوا هاد الاشياء المدهشه اللي ايضا ضروريه بالنسبه للمطبخ كما كتلاحظوا معايا الطاقم ديال المقلات والطنجره ديالها بالاغطيه ديالها واليدين اللي مصنوعين من الخشب، فكذلك هنا المغرفات في اشياء صراحه اللي زوينه بزاف واللي الجوده ديالها رائعه وضد اللصق كما كتلاحظوا معايا، والشكل ديالها فهو عميق جدا. فايضا هنايا كما كتلاحظوا معايا مجموعه ديال المنظمات اللي بالوان مختلفه، كاين هنا اللون الابيض واللون الاخضر كما كتلاحظوا معايا كيتوفر كذلك على مصفات. فايضا بالنسبه لهذه المنتوجات فتقدروا تلقاوها غير في الاسواق العاديه. وندخلوا لهذا المقطع ونكتشفوا ايضا الفكره العبقريه ديال تنظيف الشفاط بطريقه اللي محترفه، كذلك بهذه الطريقه هذه غتحافظوا على البوطاجي ديالكم او البوطه ديالكم باش انها ما توسخش. كما كتلاحظوا هنايا مجموعه ديال العلب وبالمصفات ديالها اللي يمكن لكم ايضا توضعوا فيها مجموعه ديال الخضر والفواكه المختلفه. ايضا هنايا عندنا هذا البانيو اللي كيتوفر بالفراكه ديالو، يمكن لكم تصبنوا فيهم هكذا الحويجات ديال البيبي او الحويجات الملابس الداخليه، فايضا كيتوفر على افتتاحه. الفكره ديالو زوينه بزاف وقابل للطي، فالطريقه هذه ما تاخذش نهائيا المساحه داخل الحمام. وايضا نشوفوا هاد القنينه واللي اقتصاديه بزاف، بضغطه واحده كيخرج الزيوت بكل سهوله كما كتلاحظوا معايا، الشكل ديالو راقي جدا والحجم ديالو صغير كما كتشوفوا معايا، فالزيت تيخرج بواحد النسبه اللي هي قليله بزاف. ونكتشفوا هاد العلاقه اللي كتوفر باللون الابيض والاخضر، كتلصق بلا حفير، كتجمع جميع العلاقات والروينه كما كتلاحظوا معايا، فالفكره ديالها اكيد غتكون مفيده جدا. فايضا هنا عندنا هاد البانيو اللي غيكون ايضا مفيد جدا خصوصا الحمامات اللي ما كتوفرش على بانيو، يمكن لكم ايضا انكم تطويوه وتضعوه في اي جزء حبيتو من المنزل كما شفتوا معايا، فالطريقه ديالو سهله. فايضا هنايا مجموعه ديال العلب اللي باحجام مختلفه مصنوعه من البلاستيك كتوفر على الاغطيه ديالها، غتفيدكم كذلك في التنظيم المطبخ او التخزين كما كتشاهدوا معايا. وبالنسبه للاسعار ديالهم فهي رخيصه بزاف ومتوفرين غير في الاسواق العاديه. ندوزو ايضا نكتشفوا هذا الورق اللي كيحافظ لكم على البلاكارات او في المطبخ، فيمكن لكم توضعوه بهذه الطريقه هذه، تقطعوا على حسب الاحتياجات ديالكم، فيمكن لكم تاخذوا اشكال مختلفه على هذه الاشكال اللي كتشاهدوا معايا، فاكيد غادي يكون مفيد جدا. دخلوا لهذا المقطع الرائع ونكتشفوا ادوات ومنتجات اللي هي حصريه وغريبه جدا، ادوات ومنتجات مبتكره واللي كتسهل وكتنظم الوقت، كذلك ان معظم هاد كما كنقول لكم هاد المستلزمات فاكيد ما غتاخذش نهائيا المساحه داخل المطبخ او الحمام او حتى في غرف النوم. فاشياء اللي هي جديده او ربما غتشاهدوها معايا في هذا المقطع هذا لاول مره، غنكتشفوا بزاف ديال التفاصيل والاشياء المدهشه كما كتشوفوا معايا في هذه الاداه هذه. فايضا اشياء واختراعات اللي دابا ولات في هذه الفرشات ديال الاسنان كما كتلاحظوا معايا، فرشات اللي هي مبتكره بالنسبه ايضا للاطفال، فشي حاجه اللي اكيد غادي تنفعهم وغتحافظ ليهم على السنينات ديالهم، كذلك كيمشي مع الطقم ديال يعني المعجون والفرشات اللي كتعقمهم. مجموعه ديال المستلزمات والاغراض المنزليه اللي هي مهمه
لكل سيدة بيت أكيد غادي تمناها باش أنها توفر عليها. فكنتمنى هذا الفيديو يكون نال إعجاب ديالكم وأنكم تكونوا استمتعتوا معايا وانتم كتشاهدوا هاد اللقطات. كذلك ما تنسوش تشجيعاتكم لنا بأحلى لايك وكذلك تعليق ديالكم والأراء ديالكم اللي كتهمني بزاف. وأيضا ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم باش تعم فائدة. وشكرا لكم بزاف بزاف يا أغلى متابعات ومتابعين أينما كنتم. شكرا على المتابعة والهلي خطكم عليا. وما تنساوش أنكم تابعوني في الصفحة ديالي عالم هيبة طب أختيكل، فكننزل بزاف الأشياء اللي رائعة أكيد غادي تنال الاستحسان ديالكم. كما شفتوا معايا مجموعة ديال الرشاشات والصنبور اللي شي حاجة مبتكرة، أشياء اللي أيضا غادي تساعدكم بزاف بالتفاصيل ديالها كما كتلاحظوا معايا، منتوجات اللي أكيد غادي تمنها جميع الأمهات، أشياء اللي هي كيوت جدا كما كتشوفوا معايا. عالم الصين ما كينتهيش من الاختراعات ديالو وكيفاجئ جميع الدول. فطبعا اختراعات اللي مفيدة لجميع المنازل، منهم هاد الأداة الرائعة واللي أيضا غسالة كما كتلاحظوا معايا، توضعوها كذا في الحوض، كذلك توضعوها في البانيو، توضعوها في السطل فيما حبيتوا، يمكن لكم تاخدوها معكم وانتم مسافرين. فأشياء اللي أكيد غادي تساعدكم بزاف. فنخليكم مع تتمة الفيديو إلى الآخر، وما تنساوش انكم تخليوا لي الاراء ديالكم بالنسبه للمحتوى، ولا عجبكم شي محتوى اخر خليوا لي ايضا فالاراء ديالكم فهي كتهمني بزاف. فنخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر ونتلقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.